خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم، تدارس المجلس في بداية أشغاله مشروع القانون التنظيمي المرتبط بقانون المالية، المشروع الذي أجل البت بشأنه إلى اجتماع لاحق يتضمن عددا من المستجدات التنظيمية. أولا ما يتعلق بتحسين أداء التدبير العمومي للمال العام، وهنا بشكل أساسي سهنالك توجه لاعتماد برمجة متعددة السنوات وليس فقط برمجة لسنة واحدة. أيضا أن النفقات ينبغي أن تربط بنتائج من خلال برامج، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار الجهات والمناطق المعنية بهذه البرامج. أيضا ربط المسؤولية بالمحاسبة. إثر ذلك صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن التحويلات بغير عوض للأصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية. أقدمت الحكومة على اعتماد على تقديم هذا المرسوم والمصادقة عليه، وذلك بحيث أنه الذين سيقومون بعملية التحويل إلى غاية 16 ماي 2014 يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل وواجب التسجيل والتنبر، وذلك سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية أو المركزيات النقابية. ووافق المجلس في اجتماعه على اتفاق المقر بين الحكومة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى الموقع خلال أكتوبر الماضي. الاتفاق ينص على التزامات الحكومة المغربية فيما يتعلق بتجهيزات المقر والمقتضيات المرتبطة به، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنظمة دولية، فهنالك مقتضيات هم عدم انتهاك حرمة المقر المنظمة إلا في حالة وجود تهديد حقيقي لسلامة الممتلكات والأشخاص كما هو منصوص عليه في الاتفاقية. وصادق المجلس كذلك على مقترح تعيين السيد محمد سعيد بن تيرس في منصب مدير الدراسات القانونية والتعاون الدولي بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.